على مدار 24 ساعة حجم الإقبال كان كبير جدا على التصويت لأفضل 3 لاعبين في مباراة الأهلي والمقصة الجولة الأولى في الدوري، والتصويت ده هيفضل شغال معانا مع كل جولة في أي مباراة بياخدها فريق الأهلي على مدار السيزون كله. كل لاعب هيفوز بمركز أول في مباراة بياخد 3 نقط، كل لاعب بياخد مركز ثاني بياخد نقطتين، كل لاعب بياخد مركز ثالث بياخد نقطة. تصويت الجماهير كان كبير جدا، ويمكن هنستعرض عينة مع حضراتكم أنا وسارة دلوقتي، وإن كانت يعني دي مؤشرات مبدئية، أنا مش بقول نتائج نهائية. أيوة كهرباء، معلول، السولية، اكتساح بيدخل معاهم بشكل يعني قوي برضو، أيمن أشرف ومحمد شريف وناصر ماهر نتمنى له طبعا السلامة. وزي ما حضراتكم شايفين محمد سعد بيقول أيمن أشرف المقاتل، كهرباء، محمد شريف. وبالمناسبة أي حد هيصوت أكتر من 3 أسماء هنعتبر من الصوت الرابع باطل، يعني عشان الزملاء كمان في الإعداد وهم بيعملوا عملية الإحصاء تبقى الدنيا سهلة، احنا بناخد أول 3 اختيارات. فزي ما حضراتكم شايفين أيمن أشرف، كهرباء، محمد شريف، ده محمد سعد طبعا أول تعليق. طيب كمان عمرو أحمد بيقول كهرباء وأيمن أشرف والسولية. محمد أبو النجا بيقول كهرباء والسولية ومعلول. وليد محمود بيقول كهربا ومحمد شريف وبدر بنون. نروح للتصويت. نسرين جابر بتقول كهربا والسولية ومعلول. مصطفى الأهلاوي بيقول كهربا ومعلول وشريف. وعندنا عبد الرحمن البدري كهربا ومعلول ومحمد شريف. طبعا دي عينة عشوائية، يعني احنا بنتكلم على يعني ناس كتيرة جدا الحقيقة شاركت في التصويت على أفضل لاعب، والتصويت هيفضل مستمر ومفتوح لغاية يوم الجمعة قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة تاني مواجهات الأهلي في الدوري العام، ومن يوم السبت نبدأ مع حضراتكم التصويت على أفضل لاعب في الغزل وغزل المحلة والأهلي إن شاء الله. طيب.